القافلة والمسيرة الوطنية جاءت بطبيعة الحال ردا على الفساد اللي كتعرفوا الجهة ديال بني ملال خنيفرة سواء على المستوى المالي او على المستوى التربوي وعلى المستوى الاداري اللي البطل ديالو بطبيعة الحال هو مدير الاكاديمية. وجينا كذلك كنحتجوا على محاولات ضرب الحرية النقابية من طرف هذا المسؤول هذا بطبيعة الحال اللي كيحاول انه يخفي المشاكل الحقيقية اللي كيعرفها القطاع، محاولة جر مناضل الجامعة الوطنية للتعليم في شخص الكاتب الجهوي للمحكمة عبر ثلاث شكايات كيدية اللي كنعتبروها بانها لا تخيفنا ولا ترهبنا، وكنعتبروا ان المهام ديالنا النضالية غنبقاو مستمرين في الممارسات ديالها. إذا هذه القافلة كذلك جاءت احتجاجا على المسؤولين على المستوى الوطني على أساس أنهم ما تدخلوش لفتح تحقيقات في هذه الاختلالات اللي صدرت الجامعة الوطنية للتعليم رغم المراسلات ديالنا ورغم البيانات ديالنا، وبالتالي المطالب ديالنا على أساس أنه الجهات المختصة أنها تفعل الاختصاصات ديالها اللي كيعطيها لها القانون على أساس الافتحاص المالي وافتحاص ديال الصفقات وافتحاص الملفات اللي هي خانزة هنا في الأكاديمية ديال بن ملال. بين هذه الاختلالات هذه هي الصفقات المشبوهة خاصة صفقات ديال الحراسة والنظافة اللي هي 14 دابا حوالي 15 شهر ومدير الأكاديمية كيتلاعب باش يعطي الصفقة لواحد الشركة اللي هي محددة بعينها، ولكن التصدي ديال الجامعة بطبيعة الحال فشلات المخطط ديالو، ودابا العمال استطاعوا أنهم يحققوا يشدوا الأجور ديالهم في أفق أنها تكون شركة المقبلة وفق الصفقة اللي تكون عادية واللي هزيدي على الصفقات اللي كنطالبوا وزارة التربية الوطنية تجيب لجان باش أنها دير هذه الصفقات لأن ما بقاتش عندنا الثقة. الطلب الرئيسي ديال هذا وهو أن مدير الأكاديمية وزارة ديال التربية الوطنية تحمل المسؤولية ديالها في حماية الحرية النقابية، وكذلك تحمل المسؤولية ديالها في الافتحاص ديال هذه المشاكل اللي مطروحة على مستوى الجهة من طرف مدير الأكاديمية.